سبحان الله يا بنتي على هالوش وعلى هالوجود المعتبر. أمنت فيك يا من رشيته بالبراءة رش وأمرتنا بغض النظر. تفضل يا أختي احكي لي حكايتك، وإن شاء الله تكوني مظلومة، لأنه يلي جمالها مثل حكايتك بتظلم بلد وبتقلب حكومة. أنا يا سيدي لسه ما وصلت لهالمواصيل، أنا بنت طيوبة كثير ودرويشة، بس يمكن جوزي يكون هيك لأنه سئيل وعامل لي بالبيت طاووس براسه ريشة. هاتي لشوف، سمعينا ورح أطلب لك مليسة. المليسة عندي طالعة من عيونا، وإن ما حبيتيها بعمل لك هريسة. عم تخجلني يا سيدي، أنا مالي ضيفة ومالي متوقع أحظى بهالدلال. صحيح، بس بينتك مؤدبة وشريفة وأنا روح قلبي هالخصال. أنتي إنسانة لطيفة وقارورة، وأنا ملزم أترفق بالقوارير، ولو كنتي غليظة ومغرورة كنت حولتك لعند خنشور من الخناشير. سبحان الذي خلق لك هالصورة، والحمد لله يلي مالي أعمى وضرير. هاتي لشوف، سمعينا حتى نعمل اللي علينا. أنا يا سيدي متجوزة من شخص واعتبرته ملاذي وسكني، وكان نقدي ليرة سوري أيام الرخص، بس هلأ بعطيه مليون حتى يتركني. ليش يا بنتي شبه؟ ما بعرف، بس الجني أحياناً بيركبه. شلون يعني؟ يعني صاير لسانه بسبع شطلات وكلامه كبير مثل السم ومسباته مثل العصب بالعجلات، نقص عمري وموقفة بعروق الدم. مثل شو هالمسبات؟ يعني من تحت الزنار ونازل؟ حاكم الرجال إلهن نهفات ويا ما عاملين بنسوانن عمايل. أعوذ بالله، ما وصلت مواصيله لتحت الزنار، بس بيني وبينك خايفة توصل، ولهالسبب قصدتك وأنا على نار قبل ما يلي خايفة منه يحصل. يعني بدك مني أفرك إدنه؟ لا، بدي تخلصني منه. اسجن لك يا؟ لا. افرم لك يا؟ لا. خوف لك يا؟ لا. هدد لك يا؟ لا. بدك يعني انصحه؟ لا. اهينه واجرحه؟ لا. عمل له رصة؟ لا. سبب له جرصة؟ كمان لا. ايش بدك مني اعمل فيه؟ بدي تطلقني منه. بدك تطلقي؟ طبعا، لأنه ما بيسكت على الإهانة إلا اللي ما عنده كرامة، وأنا بنت مرباية وإنسانة وما بحب كسر الشقامة. عم تحكي من عقلك؟ طبعا. بدك تطلقي بعليك؟ قطعا. وإذا قلت لك تمهلي؟ ما في جنس الأمل. وإذا ترجيتك لا تتعجلي؟ سبق الصيف العذل. يعني مصرة؟ ما في رجوع بالمرة. يعني بدك يعني طلقك منه؟ يلي ما بيحترمني ما بسأل عنه. طيب، شو رأيك إذا فتت بيناتكن واسطة؟ وشو بدها تعمل بالوش العكر الحلاقة والماشطة؟ بس ما في إنسان كامل الأوصاف، بقى لطوجي وتموجي. وليش بقى ما في كامل الأوصاف؟ روح إذا بدك اسأل الموجي. بيت مالك سهلة. كل شي بيهون ولا أسمع كلمة بغلة وأقبل المزلة. هيك كان يقول لك؟ المسبات عنده أكبر علة. وغيرها في شي تاني بأخلاقه؟ بكفي هالمسبات حتى تكون سبب طلاقه. طيب خليني أفكر على مهلي حتى ما يسبق علمي جهلي. تفضلي يا آنسة، هالهريسة بالقطر مغرقة، كلي قبل ما تصيري عانسة وقبل ما ينادولك الناس عم طلق. يو تضرب لك هالملافز يلي ما إلها مناسبة ولا مطرح، شو بالظاهر مالك حافظ غير الكلام المشرشح؟ رولك رولك.
اعذري يا أختي، هذا وليد ابن بنتي، وأحياناً بيتحيوان وبيطلع كلامه مو مدوزان. الاسم الكريم؟ درية عبد الرحيم. شوفي يا مدام درية، أنت هلأ على نفوس جوزك وخانته، ومشان خلصك من هالبلية بدي منك تعملي لي قالب جاتو. شو ها؟ قالب جاتو اعملي وجيبي لي اياه، وحتى تروح منه زناخته كتري فيه الفانيليا. على عيني شغلة من هي، وانا راح اعتبر هالقالب اجرتي. اصبح ان شاء الله بكرة عشية بيكون القالب عندك وبحقق فرحتي. بس وينك يا درية؟ انا بدي اشرط عليكي هيك شرط غريب شوية. شو هو هالشرط يا سيدي القاضي؟ هو الحقيقة إعلاك مثل الجوز الفاضي. ممكن توضح لي؟ ولو سمحت تفسر لي وتشرح لي. بدي تشحدي غراض الجاتو من عن جاراتك، يعني السكر والبيض والأواتيل الشياتك. ليش كفى الله الشر؟ معقولة اشحد وأنا بنت الأكرمي؟ يعني إذا كنت ناوية تجيبيها البر بتشحدي الباكينج باودر والطحين. إذا كان هذا طلبك فأنا قبلت كرمال مقامك وهيبتك، بس عجلني بالموضوع، يسلم لي شنبك ويخلي لك أولادك ويعزل لك شيبتك. لا تخافي، وقعتي بحضن أبوك وأمك، والقاضي مهربان منتظري تحت أمرك، وكل شي بيدعم مصلحتك وبيهمك رح أعمله حتى أبهجك وسرك. خاطرك يا سيدي. بدون ما تبوسي إيدي؟ هات إيدك لبوسة وحطها على راسي يا تاج راسي. خدي خدي تسلي فيها على الطريق وحلي منك هالريق. يسلم. غاب عن عيني الضياء، غاب عن عيني الضياء، غاب عن عيني الضياء، غاب عن عيني الضياء، يا قمر دار العيون. مين مين يا فتاح يا عليم؟ مين؟ أنا درية، درية عبد الرحيم. درية فوتي فوتي. أهلين بنور عيوني، أهلين ست درية ست الستات، ومالك علي يمين تحلفيني مش لقت لك يعني. وأنا كمان اشتقت لك، واعذريني على التقصير، ولو ما كنت اشتقت لك ما بجي، بس اشتقت لك كثير. أي ستي شو عم تعملي بهالأيام؟ شو عم تساوي؟ شلونك أنت وابن عمك؟ مثل الجاجة والواوي، ما بدي اشرح لك كثير وزيد همك. المهم شلونك أنت وأفنديكي؟ إن شاء الله داير باله عليكي. داير باله علي؟ تعي اسمعي لكان شو عم يساوي فيه. خير يا طير، بعلمي انت وياه قدره ولقيت غطاها. صحيح، بس هذا لما كنت عروس، لما كان يبكي اذا شكني دبوس. ايه وهلا؟ هلا انا وياه بدنا نتطلق. يو شو هالحكي يا درية؟ عم تحكي عن جد ولا عم تنكتي؟ قصتنا انا وجوزي مستوية، وهالمسائل ما فيها تنكيت ولك خيتي. انا مبارح كنت عند القاضي مهربان وطلبت منه يطلقني من هالانسان. وليش على غفلة نويت تطلقيه؟ هيك بدي طلقه. الأفندي صاير كلامه قذر، بيسبني وبيبهدلني وبيفش خلقه، وصاير إنسان وسخ وزفه. وشو قالك فضيلة القاضي؟ أنا متأكدة إنه قال لي إنه قصتك عليك فاضي. بالأول هيك اعتبرها، بس اقتنع بعد ما أقنعته وقال لي رح أجيكي من آخرها وبطلقك منه إذا عملتي لي قالب جاتو. هيك قال لك بسلامته؟ طبعا، وهش للموضوع وبش، وقال لي ما بيجوز ينبنى بيت الزوجية من قش، وطلب مني اشحد اغراض الجاتو من الجيران، وممنوع اشتري اي غرض من الدكه، ولهالسبب بدي تشحديني شويه طحين، والاتكال على رب العالمين. من عيوني هلا بجيب لك. بس تقبريني يا درية، راجع عقلك. راجعت وصبرت كثير، بس كل ماله جوزي عم يتجائر، ومهما كان الامر صغير بيسبني مشانه ومنتناقر. يعني انت دائما ما عليكي حق؟ تندهشي اذا قلت لك لا، بقى شو رايك؟ والله أنا بشوفه منيح لهالزلمة، وماشي بين إيديكي مثل النعجة والغنمة.
تعي شوفي اللي عندي، كل يوم بيعمل صرعة، وياما ياما من ضربه مفقفل جلدي، ولهالسبب من البيت انحرمت الطلعة. كل ما بقول له روق شوي وهدي بينزل فيني بالأربعة. ليش بقى؟ شو السبب لقلة هالأدى؟ السبب إنه جوزي اللهم عافينا سكرجي، ليل نهار داير على سكره، وأنا لأني بعرفه بسكر وخمرجي مشان هيك بتحاشى شره. وشو ما عملتي بيضربني وعلى تمي بيسفقني وبينزل فيني حشك ولبك، وياما مهبر لي وشي قدام ابني، وياما ولويلي واصلي للنبك، بس ما بيعيفني وبيتركني ليطحن عظامي مثل الكعك. اضرب عليك يا مديحة، والله عيشتك بتقرف اللي عمره ما قرف. وحتى أكون معك صريحة، الله يصرف عنك هالإنسان إذا بينصرف. وصرت أعرف يا درية أسماء المشروب من كتر ما بيسكرها قدامي هالمضروب. صرت أعرف الفودكا والويسكي والجن، وصارت ريحة بيتنا خمة مثل الزريبة والإن. صرت أعرف النصية والدبجانة والبطحة، وصرت أعرف من نوع المشروب بعد كم ساعة بيصحى، ولما بيجي سكران بيندفس بتخته وبيستفرخ فيه، وعدي بقى نطفي من تحته. آخ بقى بدك تطلقي جوزك بس لأنه بيحكيكي كلام كبير وبيتمسخر عليكي؟ يسلم لقلبي هو ومسحه شو أمير، يا نيالك فيه ونياله فيكي. يلا لأقوم جيب لك الطحين وعمل لك فنجان قهوة، ما بدي زد لك البلاطين وزيد فوق بلاويكي بلوة. عم قلك بيتمسخر علي عالطالعة والنازلة، وكلامه دج، وإن كنت عاملة شي ولا مو عاملة سقف البيت من كلامه الزنخ بيرتج. يعني ما قالوا إلا هالعلة؟ إيه ليش قليلة هالشغلة؟ إيه بس ما شاء الله عليه، أنا دايماً بشوفه حاطط راسه بالأرض وماله لا شوكة ولا دباحة، وما بيقطع لا سنة ولا فرد. بقى لا تتسرع يا درية ولا تحملي السلم بالعرض. يعني بتريديني اسكت وهو نازل فيي بهدلة؟ الله وكيلك، تمه من كلامه الوسخ صاير مثل المزبلة. هلا انت في شي زعجك من جوزك الا زفارت لسانه؟ يمين بالله يمين بالله لو كان جوزي لضحي بعمري مشانه. شو هالحكي يا فوزية؟ ليش من ايمتك انت بلا كرامة؟ حطي بالخرج درية، بتضل زفارت لسان احسن من لقى الصرامة. ما فهمت عليكي، نوريني، شو قصدك تقبريني؟ هلا جوزك كل قديش وقديش بيطول عليكي لسانه؟ كل ما بشوفني ساكتة وآدمية بيتجاكر وبيطلع جنانه. حطي بالخرج درية، حطي بالخرج ومسحي وجهك بالرحمن. شلون بدي اتحمل بعد ما داب التلج وبان المر وانكشف قدامي هالإنسان؟ بيجوز جوزك يكون متضايق من شغله وما لقى حد غيرك حتى يتفشش، والزلمة مربى ببيت أهله بقى إلا ما يرجع بأخلاقه يتكمش، وجوزك ابن عيلة ومربى واللي على راس لسانه بيقوله يعني مكشوف قدامك ماله مخبى. وبشوية صبر منك بتنسيها العادة لأنه عادة دخيلة. بقى تقبريني صبري عليه شوية زيادة لحتى يترك هالعادة الرزيلة. هيك قولك؟ لكن تقبريني لكن. تعي شوفي اللي عندي، وشو مجقوم مثل قفل لقان، ويا مين ترى مشحر ومصدي. ليش شو علته؟ شو علته؟ يب لا إلهي بعلته. الأفندي لاحق لي القمار وعم يسهر لنص الليالي، وبيرجع متيس مثل الحمار ومقصر ومفلس وجعيره عالي. يمين بالله يمين بالله والله على ما أقول شهيد، بيعني الصيغة والذهب وقسما بالله بصباحية العيد ما كان عنا حق كاز ولا حطى. بقى معقولة بعله كل صيغتي وذهبي وشقى عمري وشغلي وتعبي حتى يروح يحطهم بالقمار ويرجع على البيت ما معه حق سكر مطعم لها صغار؟ معقول؟ عم قلك جوزي شيطان وراكبته ملايكة الجان، عايش بهالقمار على الوهم ولصدري كل يوم بيسدد سهم، وعلى قولة بكرة المصاري بيرجعوا وبيبني بخياله قصور وبيطير بالعالي مثل النسور. ولما بيخسر على الطاولة كل شي معه بيرجع زليل مثل الصرصور. لا وفوق كل هاد بخيله كالحوس حتى لما بيكون ربحان فلوس. يخرب بيته وبيت بيته، ليش قيمته ربح؟ يا ريته ربح شي مرة، يا ريته حتى حس قلبي فرح. ولما بيربح بفعل الحظ بيغدينا مجدرة بيعشينا جز مز، وأنا قاعدة مقهورة وحزينة وبعمره ما رد لي ديني، حاسة بالظلم جواتي وخايفة على مستقبل ولادي وبناتي. البيت ورهن ورهن وضوع قيمة البيت بالقمار. بقى هذا عنده مخ وذهن، بس لازم أصبر مشان الصغار اضرب عليهم بيقطعوا القلب.
ولك هدول الصغار حبايب الرحمن وعصافير الجنة، وأبوهم عم يزل حاله وينهان مشان يسمع للذهب رنه. ويا ما قلت له الرزق الحلال ما بيجي من ورا البوكر ولا من السبعة ونص ولا من الجوكر. الرزق لازم يكون شريف ومصدره نقي ونظيف. بيقوم بيجعر وبيقلي معك قرش بتسوي قرش وما بيهم المصدر. وكل ما بيوعدني بالعفش الحلو والفرش منتراجع وبتكتر ديوننا ومنفقر. شو بدي اعمل؟ الله باليني بهالزلمة المخيف اللي على طول ناتفني ومنتوف لحتى طعمي ولادي كسرت الرغيف. عم بشتغل بالصنارة والصوف. بقى إذا بدك تطلقي من جوزك فكري وخلي باب التفاهم مفتوح وأوعك تسكري. بس المسخرة علي صارت عنده سوسة وبيحب يشوفني من غازة ودائما بيقلي أنتي مثل الجاموسة وبيضحك بغلاظة. إيه المهم الله يصبر قلبك ويصبرني ولا يعكر صفو حياتك ولا يعكرني. رح أقوم جبلك السكر. لا تكوني عم تضحكي وتمزحي. هلا معقوله جاي تشحدي من عندي باكن باودر وفانيليا للجاتو؟ ليش لا؟ حتى القالب ينفش وما يطلع مخفوس، وانا بحبه محمر وناشف وبيقرش، وبلا الباكن باودر رح يطلع معي مكبوس. ايه ما اختلفنا حبيبتي، بس انتي مخبي علي سر. وشو عرفك؟ ولو ايه ما حلي اعرفك. في تحت لسانك حكي وما بيترك هالشي الا الانسان الذكي. طيب اذا حابه تعرفي قصتي قرريني حتى اعترف قدامك وقر. مأكد في ورا زيارتك إلي سر. دريه انت وشك فضاع، مهما كنتي شاطره بالتمثيل وانا كمان ذكائي لماع وبعرف المزور من الاصيل. وبصراحه انت فرحك مزور وعامله حالك طبيعيه. بقى يا ترى في شي بينك وبين جوزك ميسر؟ لا تخبي علي دريه. ايه ستي في، انا بدي طلقه، واذا حابه تعرفي مثل ما عم يحرقني بدي احرقه. ليش يا دريه؟ ايه والله جوزك ما في منه، ويهنيكم بحياتكم، بحبك وبتحبيه وعيشتكم هنيه، والله لا يفرق طول العمر بيناتكم. صحيح، بس صاير لسانه مسنون مثل المنشار والمبرد، بتمسخر علي وبسبني مثل المجنون، وانا ناويه طلقه واحرق. هلا في له عله غير انه بينجلق عليك وبيتمسخر؟ لا، بس كل همه يغيظني ويجاكرني ويتكركر، وخايفه اذا سكتت اليوم على الاهانه يصير كل ما دق الكوز بالجره يعيد هالاسطوانه. ولك هذا وجعك وهمك يا غبيه. اي والله يا صديقتي صفيه. اي لكان تعي واسمعي قصص اللي حاويته عندي، شو بيعمل فيي نداله. بتعطر له وبتحمر له وبرقص له هندي، وهو مو فارقه معه ولا ابالي. ليش بقى؟ لانه هالحيوان روح قلبه النسوان، وكل يوم بيعشق علي وحده شكل. واحترت شو بدي ساوي مع هالانسان يلي حواليه نسوان مثل الفجل. لا ولو كنت بشعه وعظمي مغصمس وختياره وكبيره بالعمر، بقول الحق بايده يطلع بغيري ويبصبص، وبدور له على مليون سبب وعذر. بس القصه اني انا حلوه واموره، وقفى ايدي لصبايا الحرم رايه، ودفني خفيف وغنجة وأحلى من الصورة. وأبي وأمي اشتغلوني على مرأة وتوصاية، وكلهم بيقولولي أحلى من الموناليزا، وبتفوتي على المتحف الفرنسي بلا فيزا. طبعاً لأنه جمالك هو الباسبور والفيزا. يا قطة أنت يا لذيذة. ايه وشو الفايدة إذا الأزعر اللي عندي عيونه زاغة وشرير؟ قسماً بالله كيف ما فكرت بحتار بأمره، ولو بيطلع بإيده يربطني بالجنزير بيربطني وبيدور على حل شعره. ليش بلا صغرة؟ شو بيشتغل جوزك أبو عرفان؟ بسوق تفضلي يا ست، تاجر زرار وخطام، وأنا بسمي هالمهنة بيني وبينك مهنة الشيطان. المهم مشان ما ضوعه وأخسره بعتني بحالي كتير حتى ألفت نظره. بس هو إذا شاف شعري مزبط بيقول لي خير شو الحكاية، وإذا لبستله مقشلط ومزلط بيقول لي طالعة مثل المعزاية. بالظاهر مزمار الحي ما بيطري، أو أنا مثلاً وشي بشع ومكري.
فشار اي والله التطليعة بوشك بتسبي النظر. الله وكيلك، ابو عرفان قدام النسوان خفيف وبيعمل حاله لطيف، وبعمره ما كان شريف ولا كان مرة عفيف، ونظرة نظرة من بنت حلوة بتبلفه من كتر مو سخيف، وفوق منا ظانن حاله نكتي ودمه خفيف، بيهرج للنسوان وما في أثقل من دمه يا لطيف. صدقيني يا صفية أنا مندهشة. عم قلك مو ناقص إلا يغازل المقشة وينيمها جنبه بالفرشة، لا وعمره ما وفر بنت مدينة ولا فلاحة، والبشعة عنده بتتدبر مهما كان عنده أباحة. يا لطيف شو ها؟ هديك المرة علق جاكيته بقوط الصفرة، اجيت لحتى نفض عنه الغبرة لقيت على كتفه شعرة طويلة كتير وشقرة، وريحة الجاكيت عطر نسواني وعلى الأغلب سوار دوباري أو أرماني. سألته شو القصة يا أبو عرفان ومين مقرب عليك من النسوان، وما شف لك إلا واحد غلى وفار مثل المرجل على النار، وقال لي أنا زلمة بريء وظنك فيي مو مطرحه، لأني لو كنت أزعل ومري كنت خبيت الجاكيت وما بشلحه. قلت له بس ريحة الجاكيت عطر يا تقبرني، والعطر نسواني وزخيم. هام قال لي جاري بالزور بخني وعطرني وقال لي باينتك اليوم وخيم. وصدقتي؟ اي ما بصدق لو بلع ورق المصحف، لأنه عم ينحف حاله كتير ومدري لمين عم ينحف. لا ومرة بلاقي روج على محرمته، ومرة إجاني مزرقة شفته، ومرة لقيت حلقة بطرت طربوشه، ومرة شفت بري لازق برموشه، وبعد هالشي بيبكي وبيقلي أنا بريء، أنا عمري ما بست غيرك ولا بوسة، وبيشعلي بكلامه بقلبي حريق، وهو عم يطير من وحدة لوحدة مثل الناموسة، يلعن ساعته شو وقح وجريء، ويجعله على بلاط جهنم دوسة، وفوق هالشي ما عنده عدالة، وبعمره ما باسني من وشي وكأني سطل زبالة. رح موت يا دغية رح موت، مجنني هالزلمة ومشيبني، وحاسة حالي بدي اصرخ وارقع الصوت، بلكي اذا عيطت هالصرخة بتريحني. هص تقبريني هص، يخرب بيته شو نمس، بيتطاول على اعراض الناس مثل اللص، ولما بيختلي بمرته ممنوع اللمس. والله الرجال اللي عندهم سوء نية لازم تحبسهم الجنائية، واللي بيطلع بغير مرته بجقارة لازم يدكوه بالنظارة، مو هيك درية؟ قومي هلأ هاتيني البكن باودر والفانيليا وحاجة تشهقي وتنزلي دموع، والله انتي أحلى من غادة الكاميليا، ويا حوينة جمالك بهالمصروع. شو قلتي لي بدك؟ هلأ بيكفيك علبة ولا جيب لك علبتين؟ يلا رح جيب لك علبتين. يا وليد تعال عندي. اسمع هالشعر ما أحلام، وإذا ما عجبك لا جاملني ولا. حاضر مولانا مهربان، أنا تعودت معك على الصراحة، والله لو كان الشعر شو ما كان بدي أقول لك حلو ونفسي مرتاحة. اسمع هلا اسمع اسمع بخراس، ريتك تضرب بهالراس. اسمع شو قال أبو فراس. جاءت معذبتي في غايها بالغاسق، كأنها الكوكب الدري في الأفق، فقلت نورت يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني ودمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى من الغرق. اسمح لي يا فضيلة القاضي، هذا اسمه لك على الفاضي. شو قلت لا؟ انت قلت لي لا تجاملني، وهذا الشعر كتير تقيل عدني. لأنه ابنك ابن حمار، إن شاء الله مفكر حالك موسيقار وبتفهم بالأشعار. بجوز كون يا سيدي بهيم والله وحده العليم، بس يا مولانا أبو فراس ما قال هالأبيات. بجوز أبو نواس. ولا أبو نواس. أبو قيس؟ لا مو هو. أبو غيس؟ مو بالضرورة.
أبو ليس؟ ما بعتقد. أبو طويس؟ ما بظن. إن شاء الله يكون قايله مين مكان. بس الإنشاد أحياناً بيعطي وزن للقصيدة. يسعد صباحك مولانا مهربان منتظري. أهلاً درية يا صاحبة الطلعة البهية. أهلاً أهلاً بقارورة العسل يلي بمرآها قلبي من الهم انغسل. أنت هلأ يا مولانا عم تغازل مرقلها بعد. صحيح، بس عيناي لا تكذبان، وعم توصف يلي عم تشوفه بالفعل، ويلي ما بيمدح هيك جمال بيكون ماله فحل. تفضل يا سيدي، هي قالب الجاتو ما خليته يحترق على النار، سحبته من الفرن وقلت حاجته. قالب شو يا درية؟ شو نسيت يا مولانا؟ يلا السلام عليكم. لوين يا قطة؟ مستعجلة. شو بالظاهر ما بدك تطلقي جوزك؟ تف من تمك يا سيدي، اي قبرني جوزي من بين الرجال وتقبرني مسباتش وخفيفة الدم. اي والله القعدة معه ما بتخلي على القلب هم، خليه يتمسخر ليشبع بس ما يحب غيري، ساعتها والله بفقع. الله يهنيك يا بنتي ويخلي لك قيس يا ليلى، ومنيح يلي طبع جوزك فهمتي، وبالنهاية هالعادة رح يلاقي بديلة. يلا خاطرك. قولي لطيفك ينثني عن مضجعي وسط الرقاع. عم باكل بإجرتي.